صادق مجلس جماعة بني إنصار صباح اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري على انضمامه بالأجماع إلى مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع، وجاء ذلك خلال أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة بفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير ببني إنصار، والتي ترأسها السيد الرئيس حليم فطاط وبحضور باشا المدينة بلقاسم ذهبو. كما وافق مجلس جماعة بني إنصار بإجماع الأعضاء الحاضرين على اتفاقية إحداث مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع. من جانب آخر، عين ذات المجلس خلال نفس الدورة السيد محمد أهلال كمندوب عن الجماعة في مجموعة الجماعات الترابية الشرق للتوزيع. كنا في الدورة الاستثنائية نتاع المجلس الجماعي لتدارس نقطة مهمة كتعلق في إطار إحداث وكالة المجموعة ديال الجماعات المحلية في إطار توزيع الماء والكهرباء والماء الصالح للشرب. ومن بين النقاط الأساسية اللي كانت كثير تم في الاهتمام حول تعريفة الخدمات المسداد من قبل هذه المجموعة مستقبلا، يجب أن يعلم الجميع بأن التعريفة لن تكون مسؤولية المجموعة ديال الجماعات، لأنها أصلا لها قانون تنظيمي ينظمها من التعريفة ديال الماء والكهرباء وكذلك ديال التطهير، هي مسؤولية ديال رئيس الحكومة شخصيا، وتكون فيها مرسوم وزاري معمم وهو اللي كيطلع وكينزل التعريفة نتاع الماء والكهرباء. وكما تعلمون بأن الميزانية نتاع 2024 باين بأن رئيس الحكومة السي عزيز أخنوش قررها مع السيد وزير المالية بأنه غادي تكون هناك ارتفاع ملحوظ في الماء والكهرباء وخدمات ديال التطهير السائل من 14% إلى 20% ديال الضريبة على القيمة المضافة، وهذا كيبين بأنه غادي تكون تما. ولكن هذه مجموعة الجماعات اللي غادي تحظى بالولادة ديالها غادي يكون فيها واحد المسائل أخرى، وهي الخدمات المسدات للجماعات التي ستنخرط في هذا المجال، وكتجلى هذه الخدمات هذو في إطار الإنارة العمومية، تغيير المصابيح، ديفويت نتاع الدولة ديال الماء غادي تصلح، ومجموعة ديال هذه المسائل الأخرى من الخدمات اللي يمكن تخدم وتكون قريبة للمواطن. بطبيعة الحال كدير فوترة ديال 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 الفاتورة ديال الماء والكهرباء غادي تكون كتجي في الوقت ديالها، وغادي تحظى بالشروط التقنية والإلكترونية. لهذا أنا أعتقد بأنها مبادرة جد إيجابية، وحنا كنعتبروا بأن هذه النقطة اللي دارت في الدورة هي تعممت على مجموعة ديال الجماعات المنطقية، هي النقطة فرضت عليهم من قبل السيد وزير الداخلية في إطار تعميم وإخراج جهة الشرق من هذا الأزق الحقيقي تاع الماء والكهرباء، ويعطى قوة حقيقية للجماعات المحلية لتدمير هذا القطاع إلى جوانب باقي الشرقاء. ويهدف هذا المشروع إلى وضع آلية تدبير ملائمة في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات تشكل إطاراً مؤسساتياً لتضافر جهود جميع المتدخلين في سبيل الرفع من مستوى تدبير هذه المرافق الحيوية.